أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بأفضل حال. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية ضمن مهارة القراءة، وهو أشواق إلى الكعبة، الجزء الثالث والأخير. نبدأ أبنائي بقراءة أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصيدة قراءة جهرية صحيحة معبرة، يحدد بعض الأمثلة على وجود الإيقاع الموسيقي في الأنشودة، يوظف خبراته اللغوية والنحوية السابقة توظيفاً سليماً. ناقشنا أبنائي في الحصتين السابقتين أبيات قصيدة أشواق إلى الكعبة، واستنتجنا الأفكار الرئيسة للأبيات، وهي البيتان الأول والثاني شوق الشاعر لبيت الله الحرام، والبيتان الثالث والرابع مكانة بيت الله الحرام في نفس الشاعر، والبيتان الخامس والسادس شوق الشاعر وحنينه للكعبة وللشرب من ماء زمزم، والبيتان الأخيران السابع والثامن دعاء الشاعر الله بقبول التوبة. واليوم إن شاء الله سنتعرف موسيقى القصيدة ونستنتج معا الإيقاع والقافية، فهيا أعزائي. إذن سنكمل اليوم قصيدة أشواق إلى الكعبة وننتهي منها إن شاء الله. أشواق إلى الكعبة، قلبي يشتاق إلى الكعبة. أبنائي الأعزاء، عرفنا في الحصص السابقة أنشودة أشواق إلى الكعبة، وهي قصيدة شعرية تتكون من ثمانية أبيات. انظروا إليها أعزائي، هذه القصيدة تسمى أنشودة، وكل شطر فيها يسمى بيتاً، ولكل نص سمات تميزه عن النصوص الأخرى، ونستطيع من خلال الشكل أن نحدد بعض هذه السمات. فهذه القصيدة نص شعري يتكون من أبيات، وكل بيت فيه ينقسم إلى شطرين. نتابع أبنائي رحلتنا مع الأنشودة. انظروا أبنائي إلى هذا البيت الشعري، إنه يتكون من جزئين، يسمى كل جزء شطراً. الجزء الأول هو الشطر الأول، والجزء الثاني هو الشطر الثاني. والآن أبنائي دعونا ننشد معاً هذه القصيدة. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب وداداً ومحبة، لبلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة، هي مهبط وحي الرحمن شرفت بنزول القرآن، هي نور يغمر وجداني وبحب يجذبني صوبه، لبيك إله الأكوان لبيك بقلبي ولساني، أقبلت بفيض الإيمان أدعوك لأظفر بالتوبة. ماذا تلاحظون أبنائي من خلال القراءة؟ أحسنتم، هذه القصيدة يمكن تلحينها وإنشادها، بينما أعزائي لو قرأنا الأفكار لوجدنا أنه لا يمكن إنشادها أو تلحينها. هيا نقرأ الأفكار. شوق الشاعر لبيت الله الحرام، شوق الشاعر وحنينه للكعبة وللشرب من ماء زمزم، دعاء الشاعر الله بقبول التوبة. لاحظتم أبنائي؟ لماذا يا ترى؟ دعونا نرى، انتبهوا معي لنفهم أكثر. عندنا مقاطع، كل مقطع مكون من بيتين، هيا لنحدد البيت الأول في كل مقطع. أحسنتم أعزائي، انظروا
إلى الكلمة الأخيرة في نهاية البيت الأول في الشطرين من كل بيت. في المقطع الأول لدينا الكعبة ومحبة، في المقطع الثاني لدينا الرحمن القرآن، في المقطع الثالث لدينا الأكوان ولسان. لاحظتم أعزائي أن كل كلمتين على وزن واحد وتنتهيان بحرف واحد. في المقطع الأول حرف التاء وعند الوقف ينطق هاء، في المقطع الثاني حرف النون المكسورة، وكذلك في المقطع الثالث. بينما لو نظرنا أعزائي إلى البيت الثاني من كل مقطع، هيا انظروا معي، لوجدنا أنه موحد في جميع القصيدة وهو حرف الهاء. لدينا رحبه، صوبه، بالتوبة، نفس النهاية أعزائي. إذن نستنتج أن وزن الكلمات والتناغم بينها والحروف المتكررة هو الذي يعطي القصيدة الموسيقى واللحن. إذن فالإيقاع الموسيقي هو لحن ناتج عن تناغم وزن الكلمات وموسيقى منتظمة يخضع لها بيت الشعر. السؤال السابع، قال الشاعر: هي نور يغمر وجداني وبحب يرذبني صوبا. اكتب كلمة بديلة للكلمة التي تحتها خط في البيت السابق، مراعيا أن تناسب المعنى والإيقاع. إذن سنبحث عن كلمة بديلة تحقق الإيقاع الموسيقي الذي تكلمنا عنه في هذا البيت، ويجب أن تكون الكلمة تناسب المعنى والإيقاع، أي بنفس معنى الكلمة المكتوبة ووزنها. ماذا برأيكم أعزائي؟ أحسنتم، نقول نحوه، فيصبح البيت وبحب يجذبني نحوه. السؤال الثامن، أذكر ثلاث كلمات تنتهي بالمقاطع نفسها التي انتهت بها كلمتا القرآن الإيمان لإنشاء قافية مناسبة. تعالوا طلابي لنبدع في وضع القافية، وتخيل نفسك بني شاعرا يريد أن يكتب قصيدة على قافية واحدة بدأت بكلمة القرآن وفي البيت الثاني الإيمان. نلحظ أعزائي الكلمتان انتهيتا بنفس المقطع آن، فماذا ستضع في البيت الثالث؟ أحسنتم، ممكن الأمان، وأيضا في البيت الرابع، ممتاز، قد نضع الإحسان، وأخيرا في البيت الخامس قد نضع الأذان. رائع أعزائي. والآن أبنائي، بعد أن تعرفنا على الإيقاع الموسيقي وأحد أنواعه القافية، دعونا نجيب على السؤال التاسع ونستكشف من خلاله سمات القصيدة أشواق إلى الكعبة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ألف، يتكون كل بيت في القصيدة من شطر واحد. قلنا أبنائي أن كل بيت شعري له شطرين، إذن فالعبارة، أحسنتم، خاطئة. باء، يمكن تلحين هذه القصيدة وإنشادها، أي أن القصيدة فيها إيقاع، وهذا أبنائي صحيح، أحسنتم. جيم، يغلب على القصيدة التعبير عن العاطفة والمشاعر. كما قلنا أعزائي أن الشاعر كان يشتاق ويحن للكعبة
وبئر زمزم، فهذا أيضا صحيح أعزائي، أحسنتم. دال. انتهت كل أبيات القصيدة بقافية موحدة. نتذكر معا أبنائي، هل كان لكل القصيدة نفس النهاية؟ خطأ، أحسنتم. ها، تعد القصيدة السابقة من الشعر القصصي. هل كانت القصيدة تتحدث عن قصة أعزائي؟ لا، أحسنتم، إذن فالعبارة خاطئة. وأخيرا طلاب المجتهدين، سنناقش بعض المهارات اللغوية. السؤال الأول، استخرج من الأبيات السابقة ما يأتي: ألف، فعلين مضارعين. الفعل المضارع أبنائي هو الذي يدل على حدوث الفعل الآن أو في المستقبل، وعلامة رفعه أعزائي الضمة. فهيا لنبحث في البيتين السابقين عن فعل مضارع. أحسنتم أعزائي، لدينا الفعل يشتاق، وأيضا الفعل يذوب. رائع أبنائي. باء، حرف جر. لنتذكر معا أعزائي أحرف الجر، وهي عن، على، في، من، باء، وإلى، واللام. ماذا لدينا في القصيدة؟ رائع أعزائي، لدينا إلى، وأيضا لدينا اللام. ماذا نختار منها أعزائي؟ ممتاز، إلى. جيم، جمع كلمة بقعة. هيا أعزائي لنبحث عنها. أحسنتم، بقاع. وبعد هذا أبنائي، دعونا نتذكر الضمائر التي تلحق بآخر الفعل وتنوب عن الفاعل، وهي تختلف بحسب عدد الفاعلين. فالمثنى المذكر يأخذ ألف الاثنين، نقول الولدان كتبا الواجب، وجمع المذكر يأخذ واو الجماعة، نقول الطلاب كتبوا الواجب. والمثنى المؤنث أيضا يأخذ ألف الاثنين، فنقول البنتان كتبتا الواجب. أما جمع المؤنث فيأخذ نون النسوة، فنقول الطالبات كتبن الواجب. السؤال الثاني، أكمل الفراغات الآتية مسترشدا بالمثال الأول: طاف المسلم حول الكعبة ثم شرب من ماء زمزم. طافت المسلمة حول الكعبة. نلحظ أبنائي أن الفاعل مرة يكون مذكرا ومرة يكون مؤنثا، فما الفرق بينهما؟ أحسنتم أعزائي، عندما يكون الفاعل مؤنثا نضيف للفعل تاء التأنيث. فهيا أعزائي دعونا نجيب على الشطر الأول من السؤال، نقول طاف المسلمان، طافت المسلمتان، طاف المسلمون، طافت المسلمات. إذن نستنتج أن الفعل يلزم حالة الإفراد مهما تغير نوع الفاعل. في الجملة الأولى والثانية كان الفاعل مفرداً، وكذلك الفعل دل على الإفراد. وفي الجملتين الثالثة والرابعة كان الفاعل مثنى، وبقي الفعل دالاً على الإفراد. وفي الجملتين الأخيرتين كان الفاعل جمعاً لكن الفعل بقي دالاً على الإفراد. التغيير الذي طرأ على الفعل فقط من حيث التذكير والتأنيث، طاف طافت. وفي الشطر الثاني من السؤال نلحظ أبنائي عدم وجود الفاعل،
لأنه مذكور في البداية، لذلك يجب أن نضع ضميرا ينوب عنه، فنقول: المسلمة شربت، المسلمان شربا، المسلمتان شربتا، المسلمون شربوا، المسلمات شربن. وبهذا نصل أبنائي إلى ختام درسنا لليوم، أشواق إلى الكعبة. تعلمنا اليوم الخصائص الموسيقية للقصيدة الشعرية، فللقصيدة إيقاع موسيقي يميزها عن النص النثري، ومن أنواع الموسيقى القافية. كما تذكرنا أعزائي بعض المهارات اللغوية كالفعل المضارع وحروف الجر، وأيضا الفعل المذكر والمؤنث، وأخيرا ضمائر الرفع التي تتصل بالفعل وتنوب عن الفاعل. أستودعكم الله أبنائي، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.